صباح الخير واهلا بكم معانا وحلقه جديده من برنامج شباب على الهواء. بنرحب بكم معانا النهارده، والنهارده وزي كل يوم احنا بنقدم كل ما يهم الشباب. شبابنا الحقيقه شباب زي الورد وزي الفل، ودايما عنده افكار ودايما عايز يطور من نفسه. شبابنا عنده افكار متميزه وافكار جديده وافكار مواكبه العصر وابتكارات واختراعات، واحنا دايما من خلال حلقتنا بنحب ان احنا نديهم فرصه ان هم يعرضوا مواهبهم المختلفه. النهارده من خلال حلقتنا معانا شباب عاملين حمله من خلال الجامعه اسمها الناس للناس. حمله اسمها جميل جدا، الناس للناس. طبعا واضحه الحمله الناس للناس، يعني ازاي احنا نقدر الناس لبعضها، ازاي نقدر نحل مشاكل الناس، نقف جنب الناس، نقدم خدمات او نشوف مثلا ذوي الاحتياجات الخاصه محتاجين ايه، نقدم خدمات للغلبان، مساعدة الناس لبعضها دايما. هم عاملين حملة جميلة من خلال الجامعة، هيكونوا معانا النهاردة. وزي ما قلت احنا دايما شبابنا عنده أفكار مختلفة وأفكار جديدة وأفكار مواكبة العصر، وعندهم طاقة كبيرة جدا ان هم ينزلوا على أرض الواقع وينفذوها. شبابنا دايما متميز، واحنا بنسعد دايما من خلال برنامجنا ان احنا نديهم فرصة ان هم يعرضوا أفكارهم المختلفة. معانا خبر عنوانه 30,000 شاب وفتاة يشاركون في الدورة الرمضانية لكرة القدم. تنظم وزارة الشباب والرياضة الدورة الرمضانية في كرة القدم للرجال والفتيات بمشاركة 30,000 مشارك من جميع محافظات الجمهورية تحت شعار الرياضة حياة، وذلك خلال شهر رمضان المعظم. وتبلغ عدد الفرق المشاركة في منافسات كرة القدم للرجال 3,000 فريق والفتيات 24 فريق. هي ده أو هو ده كان خبرنا النهاردة في حلقتنا. الناس دايما لبعضها، وهنعرف منهم ايه هدف الحملة دي. يعني طبعا الاسم لوحده جميل، والناس دايما لبعضها، الناس دايما المفروض تبقى للناس. انا معايا النهارده محمد سمير محمد طالب بكليه الاعلام جامعه الازهر، احمد محمود محمد طالب بكليه الاعلام جامعه الازهر، ومحمد جلال فؤاد طالب بكليه الاعلام جامعه الازهر. انا برحب بيكم معانا. اهلا بحضرتك. اولا الاسم حلو قوي، الناس للناس. الناس المفروض دايما تبقى للناس والناس لبعضها دايما. احكوا لي ايه الحمله الجميله دي؟ الحملة دي أولا إحنا من سنة ثالثة، من بداية الترم الثاني بيتم تقسيمنا لمجموعات، كل مجموعة بتبقى 15 واحد، بيبقى عليهم مشرف للمشروع ومشرف عام للمشاريع كلها. بيتم مناقشة الأفكار بيننا، كل واحد بيعرض فكرة معينة مثلا بنتناقش فيها كلنا وبنعرضها على المشرف بتاعنا. في النهاية بنختار فكرة مميزة منهم، بيتم عمل سيمينار في الكلية عندنا، بيناقشوا المشاريع، بيختاروا المشروعات الكويسة، لو في أي تعديل على المشروعات بيتم تعديلها وبنأكد على المشروع وبيتم بقى البدء في المشروع. تمام. حملة الناس للناس، مين اللي اختار الفكرة؟ اختيار الفكرة برضو كنا كلنا برضو اشتركنا، كان احنا في الشباب يعني. الشباب بالظبط، احنا عبارة عن 15 طالب اشتركنا في الحملة ديت. كل طالب فينا عرض فكرة معينة، ويعني جمعنا أكتر من 15 فكرة، وبعدين اتفقنا على الفكرة دي بسبب برضو يعني الظروف البلد ودعم سيادة الرئيس للحياة كريمة وتكافل وكرامة. فاحنا برضو حبينا اللي احنا نروج لفكرة الناس للناس، ان الناس تساعد الناس، وكل واحد يساعد باللي يقدر حتى لو بالكلمة الطيبة، يعني كل واحد يساعد باللي يقدر عليه. فاحنا حبينا نروج للفكرة ديت من يعني سيبنا مشاريع كتير برضو جدا ما رضيناش نعملها، وحبينا نركز على الموضوع ده بالذات بسبب الظروف يعني بتاعت البلد وكده، ونرجع مبدا يعني اللي هو تكافل وكرامه والمبادئ الطيبه يعني والاخلاق والكلام ده كله، اللي هو يعني الناس تساعد بعضها. مين اللي اختار اسم الناس للناس؟ هو اسم الناس للناس جيب المشاورة ما بيننا كلنا، احنا كنا طرحين اكتر من 10 اسماء، لكن كان من ضمنهم اسم الناس للناس. بس يعني لا، كان عليه اقبال كتير، كان عليه اقبال كتير من الدكاترة، يعني المشرف العام على المشروع كان رجح الاسم، برضو المشرف الخاص بالفريق بتاعنا رجح الاسم. المشروع لما راح لسيادة العميد وراح للرئيس القسم وراح، يعني كان عليه اقبال كتير،
فاحنا اعتمدنا الاسم بناء على الاقتراحات اللي جات ان الاسم كويس والاسم جميل، وال يعني احنا تقريبا كنا 15 واحد موافقين على الاسم، وبرضه كان الدكتور قال لنا الاسم كويس والاسم حلو فاعتمدناه بعد كده. كان في اسامي تانية؟ كان في اسامي كتير مطروحه زي ايه مثلا؟ مثلا كان في اسم رحماء بينهم، كان في اسم خد بايده، كان في اسماء كتير انا مش مجمعها كلها، بس كان كتف في كتف كنا برضه اقترحنا الاسم دوت، بس لقينا كلمه اسم الناس للناس ده يعني لاقى قبول، يعني قبول كتير. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل مبادره اللي هي كتف في كتف، اللي كانت في استاد القاهره، اتعمل لها احتفاليه كبيره طبعا من حوالي اسبوع كده، يعني كان الاسم مطروح كان للمشروع بس ما عملناهوش، فاتعمل بعد بقى المبادره اللي السيسي عملها. طيب احكوا لي بقى ايه المبادره دي، الناس للناس، ايه هدفها؟ الهدف الاساسي بتاعها هو هدف توعوي من الدرجه الاولى، اللي هو ازاي ان ننشئ فكره المساعده بين الاشخاص بعضها البعض، وبيستهدف كافه الجماهير، مش الكبار بس او الشباب بس، لا كافه الجماهير. يعني مثلا ممكن احنا لنا نشاط برضه هننزل مدرسه ومعاهد معينه تنميه الطفل من صغره، ازاي مثلا يساعد زميله ولو بكلمه هديه بسيطه، توعيه بينهم وبين بعض، هنوزع طبعا عليهم هديه بسيطه بحيث ان احنا ننشئ جواهم فكره المساعده من هم صغيرين. ايه يعني هل انتوا مثلا في انشطه معينه هتعملوها من خلال الحمله دي، التوعيه مثلا، ايه الخطه بتاعتكم؟ هو احنا عملنا خطط برضو وعملنا حاجات يعني على ارض الواقع نفذناها، وهي اللي هي برضو نزلنا في الجامعه عندنا وزعنا هدايا بسيطه على الطلبه زمايلنا والعمال والكلام ده كله، برضو عشان ايه ده كله، عشان يعني نوصل فكره الناس للناس، ان احنا يعني كل واحد يساعد التاني. وبرضو نزلنا برضو دور بتاع ايتام والكلام ده كله، اديناهم هدايا والكلام ده كله برضو عشان نروج برضو للفكره ديت يعني. وعندنا برضو بيكون بيرجع على الفيسبوك بننزل عليها اعمالنا كلها اللي بنعملها عشان توصل لغيرنا، عشان نحبب الناس في الفكره دي، لان ده اساس مشروعنا، حمله ترويجيه لفكره الناس للناس غير ربحيه. احكي لي عن ازاي ممكن الواحد يساعد الاخر. طرق المساعده كتير جدا، يعني اقل طرق المساعده الكلمه الطيبه، واقصى يعني اعلى طرق للمساعده انك تساعد واحد مثلا على قد حاله زي ما بنقول بمبلغ مالي بسيط. يعني احنا مثلا اخر ما حاجه عملناها جمعنا مع بعض، احنا لحد الان الحمله بتاعتنا هدفها الرئيسي يعني غير ربحي، احنا حمله غير ربحيه، يعني بنعمل حاجه غير ربحيه، احنا كل الحاجات اللي عملناها دي كانت بالجهود الذاتيه، يعني اي حاجه صرفناها كنا كانت من معانا احنا كطلبه. يعني اخر حاجه عملناها كنا جمعنا من بعض برضو مبالغ معينه، جبنا شنط رمضان بدانا نوزعها على ناس معينه، لسه الفيديو هيتظبط وبعدين ينزل على الصفحه ان شاء الله. مين الناس المعينه دول؟ ناس معينه، يعني مثلا احنا بنشوف حالات سواء او في دور مسنين او دور ايتام. انتوا بتنزلوا بتشوفوا الحالات؟ أوه. بتنزلوا تشوفوا الحالات بنفسكم؟ ايوه. فين بقى؟ دار مسنين؟ في مثلا في دار مسنين او دار ايتام، او مثلا عرفنا حاله معينه مش حابه تكشف عن هويتها احنا بنساعد، بالتالي ما بنكشفش عن هويتها احتراما لرغبه الحاله برضو. في بعض ونزلنا كذا دار ايتام ما حبوش يكشفوا عن وجوه الاطفال او خصوصا البنات، فاحنا برضو بنحترم ده، احنا بنساعد، يعني احنا غرضنا المساعده مش غرضنا نعمل شو او نطلع ترند وناخد الكلام ده كله. احنا غرضنا المساعده، عايزين نعمل حاجه، حتى برضو يعني الهدف بتاعنا مش شرط يبقى عشان مشروع تخرج وانجح واخد مركز بس، احنا عايزين احنا ان شاء الله ناويين نكمل فيه بعد التخرج كمان، هتبقى حاجه كويسه لينا، يعني هتبقى حاجه نساعد بيها مجتمعنا برضو. المصاريف دي بتجيبوها من فين؟ بتلموها من بعضكم كطلبه يعني؟ بالظبط، احنا بنبقى حاطين زي ميزانيه متصوره للمشروع. ازاي بقى؟ يعني مثلا كل وليكن ممكن ميزانيه مثلا تعدي اكتر من 15,000 مثلا او تعدي 20,000 مثلا، بيتم الجمع مثلا من زمايلنا مبلغ معين، هنعمل كذا مثلا، هنجيب هدايا لكذا، معدات تصوير ايا كان طلبات للمشروع سواء كان طباع او تصوير او ايا كان، بنجمع من بعض فلوس وبنجيب الحاجه دي وبننزل نعملها ونساعد الناس بيها، كلها جهود ذاتيه. ايه الخطط بتاعتكم؟ احكي لي، يعني ناويين تعملوا ايه مثلا الاسبوع الجاي؟ خططكم بعد كده ايه؟
هو هل حاطين خطة معينة؟ بالظبط حاطين خطط، احنا في حاجات عملناها وفي حاجات لسه عاملين لها خطط يعني هنعملها ان شاء الله. احكي لي يعني عن اللي عملتوه وعن اللي هتعملوه. احنا كنا ناويين الاسبوع الجاي ننزل معهد او مدرسة، معهد ديني او مدرسة مش تفرق اي حاجة، برضه هناخد معانا هنجمع نجيب هدايا زي نظام هدايا بسيطة وكراريس اقلام الكلام ده كله نوزعها برضه على الطلبة في المعهد، معهد ابتدائي عشان ننشئهم من هم صغيرين يعني ونعرفهم فكره اللي هو ايه اللي هو الناس تساعد بعضها يعني كل واحد يساعد الثاني، فهي دي الخطه يعني ان شاء الله اللي هننفذها الاسبوع الجاي. طب كل واحد فيكم يقول لي دور كل واحد فيكم في الحمله ايه؟ دورك ايه في الحمله؟ هو طبعا كل واحد فينا بيبقى متخصص في حاجه معينه، بس برضو بنرجع بنقول احنا كلنا واحد، كلنا بنسعى لهدف واحد. يعني مثلا انا ما اقولش انا متخصص في الحاجه ديت يبقى الحاجه دي ما اعملهاش، احنا كلنا ايد واحده. تمام. كلنا في الحمله حاجه واحده. يعني مثلا ماسك التنسيق والتنفيذ. تنسيق ايه وتنفيذ ايه؟ يعني مثلا ليه يا زميلي ماسك الجمع والحاجات دي، يعني مثلا وليه واحد بتاع وضع الخطط، يعني مثلا احنا هنعمل الاسبوع الجاي 1 2 3 مثلا، انا على التنفيذ. تمام. انا ببقى من ضمن فريق التنفيذ، يعني مثلا بقول هنبدا بالخطوه دي وبعدين الخطوه دي وبعدين ننزل هنا او ننزل هنا وبعدين نبدا ننفذ على ارض الواقع. تمام. في غيري مثلا بيبقى ماسك الماليات او الحاجات المستلزمات اللي احنا بنحتاجها، يتفق مثلا يعني مع شركه معينه تطلع لنا شنط رمضان باسعار مخفضه عشان احنا بنشتري كميات وكده، يعني كل واحد بيبقى له دور معين. بس برضو كلنا بنكمل بعض. بالظبط زي ما قال زميلي محمد احنا 15 واحد فمقسمين بعضنا بحيث ان مثلا وليكن 3 مع بعض مثلا علاقات عامه، بما اننا قسم علاقات عامه ففي مننا 3 مثلا في العلاقات العامه بينزلوا يظبطوا اي طلبات للمشروع بنحتاجها مثلا بسعر مخفض، بيتم بقى بعد كده التنسيق بيننا وبين زمايلنا وبعض، الناس هتنزل تصور مثلا بنوزع المهام، فانا المهام بتاعتي الاداره والتخطيط بوزع كافه المهام على زمايلي مثلا، بخطط الحاجه اللي احنا هننزل نعملها، احنا يوم كذا هننزل الساعه كذا هنصور في مكان معين، زميلي مثلا هينزل يوم كذا هيجيب الطلبات بتاعه المشروع، في معدات تصوير هتيجي من مكان معين بيتم التنسيق بيننا وبننفذها يعني لكافه المشروع. دورك. دوري ماسك التعليق الصوتي والسوشيال ميديا، فاي بنعمل فيديوهات ترويجيه للمشروع بتاعنا فانا دوري يعني التعليق الصوتي. وبرضو السوشيال ميديا مسؤول برضو عن إدارة الصفحات اللي هي التواصل بتاعتنا سواء فيسبوك انستجرام يوتيوب تويتر، بنزل عليها الحاجات اللي شغلنا والحاجات اللي بنعملها على السوشيال ميديا يعني على صفحات التواصل، فدوري تعليق صوتي والسوشيال ميديا. مين اللي بيدعمكم؟ احنا خدنا دعم من شخصيات مهمة جدا وخدنا دعم من مواقع إخبارية وصحفية مشهورة جدا، اشهرهم كان صدى البلد واليوم السابع واول مصر، واحنا تقريبا خدنا دعم من اكتر من 15 موقع اخباري، ده غير مثلا الشخصيات المعروفه خدنا دعم من كذا شخصيه معروفه، يعني احنا مش حابين نفصح عن الاسماء بس احنا خدنا دعم من ناس كتير، وبرده يعني نزلنا بعضهم على الفيسبوك زي مثلا المعلق فهد العتيبي واستاذه شريان خفاجه، يعني كذا حد نزلناهم والاستاذ كريم حسن شحاته، يعني في برضه فيديوهات دعم كتير جدا معانا بس لسه ما نزلناش كلها. الجامعه كان دورها ايه؟ الجامعه كان دورها طبعا دعم كافه المشاريع اللي بتطلع من الكليات عندها، فبما اننا كليه اعلام فهي كليه ام جامعه الازهر، فكان دعم الكافه للمشروع لكافه المشاريع بتاعتها زي مشروع الناس للناس عندنا في الجامعه. احنا زي ما قلنا بنستهدف كافه الجماهير مش فئه معينه مثلا سواء كبار او صغار بس، لا احنا بنستهدف الطفل من هو صغير ازاي ننشئ فيه فكره مساعده زميله، كمان الشباب عشان يساعدوا بعضهم وبعض سواء برضو كان من الاكبر سنا فيهم او الاصغر سنا مثلا من سن 12 13 او 15 سنه لسن مثلا 30 سنه، كمان الكبار بنستهدف كافه الجماهير سواء صغيره او كبيره. تمام. طيب احكوا لي يعني انتوا في مشاريع كتير في الجامعه مش كده؟ بالظبط. مكانه المشروع ده عندكم في الجامعه ازاي؟ هو مكانه المشروع بتاعنا يعتبر مشروع مميز الى حد ما بسبب اللي هو يعني بندعم يعني جميع فئات المجتمع يعني وبنروج لخصله يعني خصله طيبه يعني حاجه كويسه، فدي يعتبر يعني المشروع يعني لقى قبول كبير يعني لقى قبول واسع بين المشاريع بسبب يعني الحته بتاعته دي اللي هي
الترويج لمساعدة الآخرين. طب قول لي التصور المستقبلي للمشروع. احنا ان شاء الله ناويين يعني بعد التخرج مش هنسكت عن المشروع نفتكر مثلا انه كان مشروع جامعة وانتهى. جامعة وانتهى، لا احنا ناويين ان شاء الله نكمل فيه. تعملوا يعني ايه مثلا بقى؟ يعني هنطور من نفسنا، يعني مثلا بدل ما هنبقى بنساعد على قدنا، لا يعني مثلا زي اي مؤسسة خيرية مثلا زي جمعية رسالة او الجمعيات دي هنحاول نطور ونساعد ونكبر. مفيش داعي للاسامي ده، مش مشكلة. تمام. زي يعني انا بضرب مثل لجمعية معروفة بس مش اكتر. هنطور من نفسنا ونكبر مثلا، يعني مش هنقتصر على القاهرة بس، ممكن ننزل محافظات تانية، ممكن ننزل قرى، يعني هنروح في كذا مكان ان شاء الله، مش هنسكت يعني مثلا يبقى مشروع جامعة بس وخلاص ان شاء الله. طيب احكوا لي عن مشرف بقى المشروع، دوره ايه كان في المشروع بالظبط؟ دور المشرف مش مقتصر بس على المتابعة، احنا بيبدأ دوره من اول تقسيم المجموعات، لان هو بيتابع معانا فعلا اختيار الفكره واختيار اسم الفكره، وبيتابع معانا كافه المراحل لحد نهايه المشروع، واي عقبه بتواجهنا بيتم الرجوع ليه بيساعدنا فيها. فدوره مش مقتصر بس على المتابعه او الاشراف علينا. المساعده ما بتنتهيش، يعني عايزه ادي امثله مثلا في الشارع ممكن الواحد يساعد الاخر ازاي وانت ماشي في الشارع كده؟ وانا ماشي في الشارع يعني ممكن في الناس اللي هم المشردين اللي هم في الشارع دول ممكن نساعدهم مثلا، نقدم لهم وجبات، دول يعتبر يعني دي الحاجه يعتبر اللي هي يعني عايزينها. في مثلا اطفال برضو مشردين دي ممكن نساعدهم بمبالغ ماليه، الكلام ده كله. في مش شرط الشارع برضو، ممكن ننزل اماكن تانية، يعني المساعده في اي مكان، يعني مش شرط الشارع بس، يعني اي حد محتاج يعني اساعده. حتى لو واحد غلبان عايز يعدي الشارع ومش عارف يعدي الشارع ممكن رسم البسمة على وجوه الناس في حد ذاتها مساعدة. طبعا يعني مثلا احنا كنا ان شاء الله ناويين نعمل حاجة في رمضان، هنجيب زي تيكيتات ونكتب عليها جمل معبرة كده، جمل حلوة، جمل لطيفة، وهنمشي نوزعها في الناس، مش شرط برضو على الاطفال او المشردين او كده، هنوزعها على كل الناس. عايزين بقى من هنا كمان يعني نتكلم على ازاي نقدر نساعد ذوي الهمم، واحنا في شهر رمضان المبارك الكريم، ازاي نقدر نساعدهم؟ ده برضو اللي عملناه، نزلنا جمعيات خيريه واطفال ذوي همم وكده، ويعني كان في بدايه رمضان يعني دخلنا الفرحه عليهم، اديناهم هدايا زي فوانيس وحاجات شوكولاته بالين، حاجات يعني تفرحهم، كانوا فرحانين جدا يعني اطفال ذوي همم. وعلشان برضو احنا دورنا توعوي اكتر، فاحنا بنوعي الناس مثلا ازاي انا لما الاقي طفل في الشارع مشرد مثلا او طفل يتيم مش لاقي مأوى مثلا، ان انا اوصله لمكان معين هو ده المكان ده هو اللي بيساعده. يعني مثلا احنا كمشروع مش احنا اللي هنساعده مثلا او احنا اللي هناخده نوفر له كافه المتطلبات بتاعته، لا احنا بناخده مثلا نوصله لمكان معين، المكان ده بيرعاه وبيشوف له كافه الطلبات اللي هو بيحتاجها. وممكن برضو مثلا وليكن كبار سن او مشردين، الناس دي برضو ليها جمعيات معينه مثلا هي اللي بترعاها مثلا، يعني دول الايتام لهم جمعيات معينه مثلا، المشردين اللي هم الاطفال الصغيرين اليتامى اللي ما لهمش مأوى، والكبار برضو ليها اماكن معينه بترعاهم. فاحنا نوعي ازاي مثلا الناس ان انا لما اشوف شخص كبير في الشارع اخده اوصله المكان ده ازاي، واعرفه كمان ايه اللي بعد كده هيتم معاه في الجمعيه دي، هتساعده ازاي مثلا بحيث ان هو يتاكد ويطمن عليه في المكان اللي هو هيروحه بعد ما يوديه. تمام. في اي حاجه عايزين تقولوها قبل ما ننهي اللقاء؟ شكرا. وحابين برضو يعني عايزين تشكروا حد معين؟ احنا طبعا بنشكر بنشكر كل اللي قدم لنا دعم، سواء كان مواقع اخباريه صحفيه، سواء كان اعلاميين او فنانين او رياضيين، يعني بنشكر كل الناس طبعا. حتى برضو بنشكر دكاتره عندنا في الكليه، من اول سياده العميد ثم سياده الوكيل ثم الاستاذ الدكتور رئيس القسم وبعض الدكاتره وزمايلنا اللي وقفوا جنبنا، يعني بنشكر الناس كلها. انا بشكركم جدا وبتمنى لكم التوفيق. مشاهدينا انتهينا من حلقتنا النهارده، بكره ان شاء الله حلقه جديده وبرنامج شباب على الهواء.